اهلا بيكم حلقه جديده من عيش وملح، ومكون مش بقاله كتير قوي قوي في السوق المصري، يعني كام سنه خفاف كده. اللبنه، هنتكلم عن اللبنه. هي ايه اساسا اللبنه؟ عباره عن ايه؟ بتتعمل ازاي؟ وجات منين؟ ده مهم جدا. ثانيا، ايه الفرق بين مكتوب لبنه تركي ولبنه مش تركي؟ ده كمان حاجه مهمه عايزين نعرفها. ايه كمان عايزين نعرفه؟ ايه الفرق بقى بين اللبنه والساور كريم؟ طيب، وهو ده يحل محل ده ولا لا؟ والاهم، لما في وصفات، اللي بيفتح النت وبيجيب وصفات مثلا وتكون اجنبي ويقولوا جريك يوجرت، ايه الجريك يوجرت؟ الجريك يوجرت هو اللبنه، فيما عدا في بلد واحده بس عندهم شكل، يعني عندهم جريك يوجرت ولبنه، لكن الصح ان الجريك يوجرت هو اللبنه. ايه الجريك يوجرت او ايه اللبنه؟ لانهم حاجه واحده. الجريك يوجرت واللبنه هم عباره عن زبادي، لبن متخمر، اللاكتوز اللي فيه اتحول للاكتيك اسيد اللي هو الطعم الحامض بتاع الزبادي، حمض اللاكتيك، يعني لبن اشتغلت عليه بكتيريا فاتحول للطعم الحمضي بتاع الزبادي، فخلاص احنا لبن حولناه لزبادي. عندنا كميه من الزبادي، جينا نعمل بيها ايه؟ الكميه دي مليانه زي اي زبادي، زي الزبادي ده مثلا، مليان الميه، الميه دي اللي هي ميه الشرش، ممكن اخدها على الحوض بقى اوريها لكم. مليان هذه المياه الكثيره. اوكي؟ الزبادي بقى اللي مليان ميه دي يفضلوا يصفوا ميته ازاي؟ بشكل ما، احنا هوريكم ده في الحلقه الجايه ان شاء الله، هنعمل حلقه هنعمل فيها اللبنه في البيت، هنجيب الزبادي ونحوله اللبنه. بس خلينا على السريع كده نقول المره دي ان بيجيبوا الزبادي وبيحطوه في مصفى، مصفى اختي دي بالظبط، وبيتحط فيها قماشه، قماشه اللي هي القماشه المسلين دي، او اللي بيسموها اللي هي بيتحط فيها الجبنه، القماشه تبقى مخرمه بيضه، ومخرمه بيضه مش مخرمه مش زي التل بس ضيقه كده زي الشاش، قماشه زي الشاش، نحط فيها كميه الزبادي ونسيبه في المصفى، فيفضل الزبادي يشر 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 في ميته، ينزل كل الميه الزياده ويجمد. فايه هو خلص من الميه، الميه دي ما تترميش، لان الميه دي مهمه جدا جدا. ليه؟ لانها طلعت مغذيه وطلعت حلوه وطلعت ليها فوائد، ما كناش نعرف بس اكتشفوا لنا كده، اكتشفوا لنا ان الشرش اللي نازل من الزبادي فيه بروتين عالي قوي ومفيد. وفي امثله كده يقولوها في ايطاليا في الجنوب، ان اللي يشرب الشرش ما يروحش للدكتور. المهم، سيبنا من الشرش، خلينا احنا بنعمل اللبنه. الزبادي صفى ميته اللي احنا قلنا هنحوشها. كل ما بيصفي ميته بيجمد، بيحصل ايه فيه لما يجمد؟ بيتكثف زي اي حاجه بتخلصها من الميه، فكل المحتويات اللي فيها بتعلى لان خلصت من الميه، فالبروتين بتاعه عالي، البروتين اللي كان في شويه في حفنه من الزبادي، الحفنه دي بقت نص حفنه، فالبروتين اتضاعف، يعني البروتين كاني ضعفت البروتين، فالبروتين بتاعه مش زاد بس انا بنفس الكميه باخد بروتين اعلى بنفس الكميه. لو كنت هاخد كوبايه زبادي لكوبايه لبنه، طبعا كوبايه اللبنه دي كانت كوبايتين زبادي، فكده انا باخد بروتين كوبايتين زبادي وخلصت من الشرش. والدهون او الماده الدهنيه، يعني الفاتس اللي موجوده برده في الزبادي عليت. فنقدر نقول ان الفرق بين اللبنه والزبادي ان اللبنه هي زبادي اتصفى منه شرشه، وبالتالي بقى تركيز البروتينات فيه اعلى في نفس الكميه لو بنقارن كوبايه بكوبايه، وكمان تركيز الدهون اعلى فبقى كريمي اكتر. حلو قوي. اللبنه او الجريك يوجرت طبعا هي معموله ومستخدمه في منطقه الشرق الاوسط والشام وتركيا وقبرص واليونان، حتى اسمه جريك، جريك يوجرت زبادي يوناني، بكثره جدا جدا من قديم الازل. اوروبا هي اللي ما كانتش بتستخدمها قوي، واحنا هنا يمكن في مصر وشمال افريقيا ما بنستخدمهاش قوي، لكن المنطقه اللي هي شرق حوض البحر المتوسط اللي هو من اول اليونان ولغايه فلسطين بيستخدموها وباشكال كتير، وهنعمل حلقه مخصوص عن كل اشكالها في الشام وفلسطين قريب جدا جدا، يعني ترقبوها الكام حلقه الجايين. خلينا بقى نقول، طب اللبنه دي استخدمتها اولا، خليني اغسل ايديا الاول لان ايديا مش لطيفه. اللبنه دي استخداماتها ايه؟ اكبر استخدام ليها ان هي تفرش ساندوتش حلو كده في ساندوتشات المدارس، عند
يعني سندوتشات المدرسه عند الشوام بالذات، هم اكتر ناس الشوام، سوري يعني هو التعبير مش دقيق، بس انا بالشوام بقصد ايه؟ فلسطين والاردن وسوريا ولبنان، الاربع بلاد دول بلاد الهلال الخصيب زي ما بيقولوا. بصوا بقى اللبنه كريمي، بصوا ادي ده زبادي، نشوف بصوا الزبادي مياني يعني طري ازاي. بصوا بقى اللبنه كريمه، اللبنه التركي، في الفرق بقى كمان لما يقول لك لبنه تركي ولبنه كده وما يكتبش تركي. اللبنه التركي الاتراك بيعملوها بلبن دهونه عاليه، وممكن ساعات يزودوا، هو ده علشان كده يعني، خليني اقول لكم حاجه، عشان كده في تركيا غير اي بلد في فرق بين اللبنه والجريك يوجرت. الفرق الوحيد ان في اللبنه التركي بيضاف ليها قشطه لبن او دهون، عشان كده اللبنه التركي دهونها اعلى من اللبنه اللي مش تركي، اللبنه الشامي، في لبنتين. وفي السوبر ماركت هتلاقوا نفس الشركه عامله لبنه تركي ولبنه شامي. اللبنه التركي دهونها اعلى، ففي تركيا بس هو ده الفرق، ان اللبنه بيحطوا لها زي قشطه، يعني بيزودوا القشطه او بيزودوا كريمه اللبن زياده، فبتبقى كريمي اكتر. المهم شايفين هذا الساندويتش عبقري محترم جدا جدا. ده ساندويتش اي حد لبناني كل يوم الصبح تلاقيه، يعني زي ساندويتش الجبنه البيضاء عندنا. مين ما بينزلش بساندويتش جبنه بيضاء مثلا، بينزل عياله المدرسه بساندويتش جبنه بيضاء؟ هو ده. ممكن يبقى كده، ممكن يرشوا عليه رشه زعتر. وده طبعا حتى العيش ده العيش السوري. انا بس هتوصى كاني بعمل لاولادي واتوصى شويه بالحشو. ويتبرم كده هو. مش جايه بضحك عليكم يعني وبعمل ساندوتش ولا حاجه، بس هو فكره ساعات الواحد يبقى عايز يفتكر انه ممكن يدي الولاد الصبح لبنه. قيمتها الغذائيه عاليه جدا 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 وحلوه. نفسي اخده على بقي على طول. حلوه قوي. طيب يبقى ده اشهر استخدام للبنه، باعتبار اللبنه دي من الحاجات اللي بيستخدموها اليونانيين كتير قوي، والتراكوة طبعا، اليونانيين تركيا دول يكادوا يكونوا شعب واحد اساسا يعني. فهم بيعملوا بيها ايه تاني؟ بيعملوا بيها اللي احنا شبه اللي احنا بنسميه سلطه الزبادي، سلطه الزبادي اللي بالنعناع والخيار، بالنعناع والخيار اللي احنا بنعملها. في اليونان زي ما اتفقنا بيعملوها بجريك يوجرت، مش بزبادي، بالزبادي اليوناني اللي هو متصفي اللي هو اللبنه. واساسا الزبادي اليوناني يعني عاده اللبنه بتاعتهم بيعملوها من لبن الخرفان الضاني يعني. طيب خلينا نشوف احنا ممكن بقى كمان في استخدام لطيف قوي عندنا هنا. ممكن سلطه الزبادي اللي دايما عندنا مشكله ان هي بتطلع فيها ميه كتير كده، انا ممكن ازاي اعملها تطلع الطف شويه؟ بان انا كميه الزبادي اللي احنا دايما نحط سلطه زبادي نحط زبادي، يبقى فكره لطيفه قوي قوي لو احنا المره الجايه ضفنا عليها لبنه، وهنشوف ان قوام سلطه الزبادي هيفرق وطعمها كمان هيفرق كتير قوي. فلو خلطنا الزبادي باللبنه، ادي دي فكره كمان لطيفه قوي نستخدم بيها اللبنه. انما بالنسبه لي انا من احلى احلى استخدامات اللبنه او افكار استخدامات اللبنه هي ان انا استخدمها بدل الكريم شانتي في الحاجات الحلوه. ليه بقى؟ خلوني اسيب ده واقول لكم ليه. طبعا كلنا عارفين ان الكريم شانتي ليه حالتين، حاله الكريم شانتي الباودر الازرف الباودر، وده كريم شانتي مصنع. لا اما الحاله الحقيقيه للكريم شانتي اللي هو الكريم شانتي اللي معمول من الكريمه اللباني، اللي هو كريمه لباني زي اللي بنجيبها تتخفق بالمضرب ومع سكر فتعمل كريم شانتي. طب خلينا كده الحاله بتاعت الكريمه اللباني، مستوى الدهون ايه؟ كتير قوي. طب هل دهون اللبنه اقل؟ غالبا اقل، طبعا اقل، زائد انه لان اللبنه برضو لبن وشلنا منه شويه، او زبادي وشلنا منه شويه الميه، لكن الكريمه اللباني هي قشطه او يعني دسم اللبن. فلو انا عايزه اكل حاجه حلوه بالكريم فيها كريم شانتي وانا بس شويه واخده بالي من اكلي والكالوريز والسعرات، يبقى احولها على طول للبنه، وده لوحده يعني تحويله لطيفه جدا جدا. احنا هنعمل دلوقتي الوصفه اللي هنعملها، هنعمل حاجه حلوه هنشيل منها الكريم شانتي
ونحط لبنه، وانتوا في اي وصفه فيها كريم شانتيه، يعني قصدي سيبنا من الوصفه دي بس ناخد الفكره ونطبقها في اي وصفه من اللي بنعمل فيها كريم شانتيه، تطلع ترايفل، تطلع اي حاجه بتحط بتزوقوها بكريم، تطلع فروت سالاد، تطلع وات ايفر، اقتبسوا الفكره. دلوقتي احنا هنا بنعمل كومبوت خوخ، ليه؟ لان الخوخ مالي مصر اليومين اللي احنا فيهم دول. ده شربات، شربات زي اللي بنعمله للبسبوسة بالظبط، شربات خفيف زي بتاع البسبوسة، واحد سكر لواحد مية أو واحد ونص سكر لواحد مية مش هتفرق. وده هنعمل فيه، ده هيحول لنا الخوخ الفريش بالكتير قوي 5 دقايق في المية اللي بسكر دي اللي اتعقدت، ما تعقدتش، ما بقتش تقيلة بس غلت، ونسيبه 5 دقايق. مهم قوي تبقى النار هادية عشان مش عايزينه يتهري، مش عايزين نار عالية ومش عايزين وقت طويل علشان في الآخر يطلع كومبوت برضو ماسك نفسه ما يبقاش طري قوي. هنعمل بقى بهذه الوصفة إيه تاني، أو يعني إيه اللي هنعمله؟ هنعمل دلوقتي أوتس أو شوفان بالخوخ أو بكمبوت الخوخ، إحنا بنعمل كمبوت خوخ. خليني أسيب المية هنا تغلي شوية ونعمل الشوفان. إيه تاني هنعمله لغاية ما المية تغلي؟ إيه تاني هنستخدم فيه الجريك يوجرت أو اللبنة؟ المناقيش دي برضو أحد الاستخدامات المشهورة قوي قوي برضو في البلاد اللي بتستعمل اللبنة كتير. مناقيش باللبنه، انا الحقيقه اللي فكرني بكل حدوته ان انا لسه واكلاها من يومين وكانت حلوه 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 حلوه، فقررت ان نعملها. المناقيش عجينتها احنا عملناها مش حلقه واحده قبل كده، حلقتين قبل كده، فصعب قوي ان انا اعملها مره ثالثه، لكن عجينه المناقيش زي عجينه البيتزا، يعني ال 250 جرام او ربع كيلو دقيق ياخدوا أقل من معلقة صغيرة خميرة ونص معلقة صغيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح، وهياخدوا مية على حسب ما تعجن، وهياخدوا معلقة كبيرة زيت. أنا بتكلم عن ربع كيلو يا جماعة، يعني لو نص طبعا هيبقوا معلقتين زيت وهيبقى كل حاجة هتتضاعف، هتبقى معلقة كاملة خميرة ومعلقة كاملة سكر ومعلقة كاملة. وبنسيبها كالعادة، بنعجنها، بنظبط العجنة، بنسيبها تخمر. بعد ما بنسيبها تخمر بنفشها، او يعني بنخرج الهواء منها، بلاش بنفشها دي، بنخرج الهواء منها وبنفردها. خليني الاول اتاكد ان المكان هنا يسمح بالعجين او ان انا افرد العجينه. حاجه مهمه جدا جدا واحنا بنعمل المناقيش ان حراره الفرن تكون عاليه 240 260 زي اللي احنا شايفينها دي، لان المناقيش سر نجاحها ان هي تستوي بسرعه قوي قوي، تدخل على فرن حامية حقيقي وتستوي بسرعه قوي. زي اي عجنه هيحتاج مننا شويه دقيق وهيحتاج مننا نوسخ نفسنا، لان دايما الدقيق ده كده ايه، دنيا ماسي. ونبتدي نعجن العجينة، نتأكد ان احنا خرجنا خميرتها زي ما احنا متفقين، ونبتدي ناخد، انا عايزة حتت صغيرة، هعمل مناقيش صغيرة مش هعمل واحدة كبيرة، فنبتدي ناخد حتت كده قد بعض، نقسطها زي ما بيقولوا بلغة المطبخ ونفردها. خلينا بقى دلوقتي لغاية ما انا قسطها وابتدي افردها نطلع فاصل، نرجع نلاقينا بنفرد وبنحط، مش هنعمل حاجة كتيرة وانتم مش موجودين. المناقيش بس عملناها بالنشابة بس كده، بس ولا حاجة تانية. المناقيش حلاوتها انها تبقى رفيعة، فعلشان نضمن ان الخميرة مش هتعمل عملها وتنفش كده وتبقى تخينة، ممكن نشكها كده بالشوكة فتفضل ايه لما تدخل الفرن ما تتعلاش. هحطها فين؟ مش هتستغربوا، انا عملت كده كتير، ان انا هحطها من غير صاجة من غير اي حاجة على قعر الفرن مباشرة. ايوه هعمل كده، وهسيبها قد ايه؟ 9 دقايق مش 10.
خصوصا ان دول صغننين ومحندقين، فرن مثلا 240 كفايه قوي. على بال التسع دقايق اللي هي هتعمل فيهم هنا احنا هنكون كملنا الحدوته بتاعتنا، حدوته الكومبوت اللي احنا عملناه قصادكم. لطيف قوي ان احنا نعمل الكومبوت في البيت. ليه بقى؟ ليه لطيف؟ انا بدور على حاجه اهو، ممكن الطبق ده استلفه. ليه لطيف ان احنا نعمل كومبوت في البيت؟ لطيف ان احنا نعمل كومبوت في البيت لان ساعات بيبقى فيه شويه فاكهه قاعدين ومحدش عايز ياكلهم، وساعات بيبقى فيه فاكهه جت خضراء او جت مش مسكره او مش عجبانة، يعني اشترينا الشروه وطلعت شروه مش حلوه، فنعمل ايه بقى في الفاكهه اللي مغضوب عليها دي؟ نعملها كومبوت على طول. حلو كده. طيب احنا كده تحولنا، قلنا على نار هاديه ما نسيبوش يغلي كتير، مش عايزين نهريه، عايزينه زي الفل كده كل واحده بوحدتها. فكده احنا عملنا الكومبوت. لما لو حبينا مش هنستخدمه على طول وهنشيله في الثلاجه، نشيله في ميته، نطلعه ونسيب الميه تبرد ونرجعه في ميته ونشيله بالميه، زي ما بنشتري الكومبوت جاهز بنشتريه معلبات بالميه، فهو هيتحفظ. السكر لوحده ماده حافظه، يعني مجرد ان هو محطوط في ميه بسكر دي ماده حافظه. الميه بملح زي الترشي بيحفظ لنا الخضار، بنحفظ الخضار بتخليلها في ميه وملح، والميه بسكر بيحفظ لنا الفاكهه. فالسكر والملح الاثنين مواد حافظه، اقدم مواد حافظه في الدنيا كلها. طيب احنا ده عايزين نعمل فيه، نستغل نفس الشراب او اي عصير من بره ونعمل فيه، عايزين نعمل فيه الاوتس الشوفان. خليني اعاير مقدار علشان احط الشوفان مظبوط حسب المقدار. انا هاخد مثلا هنا مقدار كوبايه واحده، سائل. السائل ده يطلع زي ما قلنا، ممكن يطلع لبن، ممكن يطلع عصير، ممكن يطلع الميه بتاعت الكومبوت. انا عامله كومبوت هستغل الميه واحط عليه الشوفان. كده كوبايه شوفان لكوبايه سائل، ممكن قوي يبقى لبن طبعا زي ما متفقين. يبقى كده احنا عندنا الشوفان اهو هيستوي، مفيش، مش هياخد وقت معانا خالص. وعندنا الكومبوت جاهز. ناقص نجهز ايه؟ ناقص نجهز اللبنه اللي هي الحدوته بتاعتنا النهارده. نجهز اللبنه ازاي بقى؟ هنحطها بسكر، وهنا هتيجي المشكله. لما هنحط سكر على اللبنه بيحصل مشكله في اللبنه، واحنا قلنا ان ده استخدام بدل الكريم شانتيه. برضو لازم نقول ان ايه هيضايقنا ولا مش هيضايقنا. لازم اقول لكم الحقيقه، يعني مش عايزه اخبي عليكم واقول لكم انه شيلوا الكريم شانتيه وحطوا شوفان وهتكونوا مبسوطين. لا، ممكن ما تكونوش مبسوطين. ليه؟ لان اللبنه لما بيجي عليها سكر بتسيح، فما بتديش اي منظر خالص. هوريكم ازاي دلوقتي لما هيجي عليها سكر هتسيح. ادي شويه لبنه، شايفين تقال وماسكين نفسهم ازاي؟ انا متاكده ان المخرج هيجاملنا وهيجيب لنا قوام اللبنه اهو، صح كده؟ تقيله قوي. تعالوا نحط عليها شويه سكر وشوفوا قوامها هيتحول ازاي. هي دي بقى مشكله اللبنه. يمكن لو سكر بودره سنه بيبقى احسن، سنه. بس ليه قوامها بيتحول؟ لان السكر فيه ماده حراريه، السكر احنا بنقول سعرات حراريه، فعلا هي حراره، السكر بيطلع حراره، فالحراره دي بتسيح اللبنه. فشوفوا اللبنه اللي كانت هتبقى ماسكه نفسها هنا بعد السكر هتلاقوها طريت وساحت. فدي احد المشاكل في استخدامها، اني عمري ما هقدر اعمل بيها وردات مثلا وازوق بيها زي الكريم شانتيه. انا مجهزه كريم شانتيه علشان نشوف الفرق. يعني الكريم شانتيه ده اقدر ازوقه كويس قوي، قوامه يخليني اتحكم فيه، اقدر اعمل ورد، اقدر اعمل اهو ممكن ينزل زي ورده، وبالذات البودره. الكريم شانتيه البودره، البودره دي الميزه اللي فيه، طعمه مش احلى من الكريمه اللباني الحقيقيه، بس حافظ مركزه شكلا، يعني تنزل الورده تفضل ورده. اللي معمول بكريمه لباني، كريم شانتيه حقيقي كريمه لباني، بيفك، اللبنه بتفك اكتر واكتر. عشان كده دايما هتكون استخداماتنا في اللبنه في حاجات مش عايزين فيها وردات او عايزين نزوق او عايزين اي حاجه، يعني استخدام كده زي ما بيقولوا الحاجة مش للمنظر مش للذواق. خليني أنظف هنا. نبتدي بقى نجمع الصنف الحلو بتاعنا اللي هو هيكون الأوتس اللي استوت.
مع اللبنه. طبعا انا افضل تسيبوه لما يبرد، لكن خلينا احنا دلوقتي نشتغله. اعمل لكم كاس واحد كده على التحليه دي، تحليه صحيه 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 من هنا للسنه الجايه هتعجبكم. هنبتدي كده بالقوطس، اللي برد كانه بارد خلاص، كانه بارد. وبعدين نروح داخلين على الخوخ اللي هنقطعه. بصوا ماسك نفسه ازاي، يعني بنقطع مش في حاجه. على اللبنه اللي بقت بالسكر، ونرجع ممكن نكرر الحدوته تاني او ما نكررهاش، لكن انا لازم ايه نحط في الاخر هنا تاني. شوية خوخ على الأقل كده. أنا في عجالة، في عجالة جدا. اتكلمنا بسرعة عن اللبنة، لكن بوعدكم إن قريب قوي هنكتشف أكتر وأكتر عن اللبنة في حلقة جاية. هنجيب فيها أنواع وأنواع من اللبنة، ليها قوامات مختلفة وأنواع مختلفة، وهنعمل اللبنة من الأول في بيتنا. هنجيب الزبادي وهنحوله على إيدينا للبنة. فانتظروا الحلقة اللي جاية إن شاء الله، وميرسي على متابعتكم، واشوفكم قريب. باي باي. Thank you.